نابولي ممكن ياخد دوري الابطال؟ وارد لو القرعه خدمت نابولي. نابولي فرقه كبيره، واحنا اتكلمنا انا فاكر يعني احنا كان في حلقه بعد مباراه انتر وبرشلونه اتكلمنا انا وقاسر على نابولي. نابولي السيزون ده مختلف تماما، عندهم سكواد ديبث، عندهم مدير فني قدير، عندهم لعيبه خارقه للعاده، بنتكلم على اوسيمين، بنتكلم على كفاراتسخيليا، فلا واللي هيفيدهم كمان فكره حسم الدوري من بدري. لو نابولي عدى دور ال 16 وبعد كده القرعه خدمته، ممكن عادي جدا يبقى في قبل النهائي. واللي ممكن يوقف نابولي في اوروبا كلها دلوقتي من وجهه نظري في الشامبيونز ليج يا ريال مدريد يا بايرن ميونخ ولا بنفيكا. لا 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 فعلا انا بتفق مع هوبا. ولا بنفيكا. بنفيكا يحترم جدا يا كريم، خلي بالك احنا فريق عايز يعني غير طبعا خماسيه على كلوب روج، الفريق ده اتصدر في مجموعه فيها يوفي وفيها باريس سان جيرمان، واخد نقطتين من باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم. بالتالي بنفيكا طبعا يعني ممكن عارف انت بنتمنى يكون حصان اسود جديد، لكن نابولي فعلا زي ما كان هوبا بيقول. عايز اقول لك على حاجه، اتغلب من لاتسيو على ارضه لاول مره في ملعب ديجو ارماندو مارادونا ومتصدر ب 15 نقطه، وانتر كسب اللي هو مركز ثاني وما زال متصدر ب 15 نقطه، فهو رايح قوي. لو فعلا حسم الدوري بدري والقرعه خدمته زي ما هوبا بيقول، هتقدر تلاقي ما فيش غيابات نوعيه بقى، اللعيبه مريحه في الشامبيونز، لو القرعه خدمته يقدر يروح لبعيد. مش مستحيل صح، لكن ممكن اكيد.